فرصة لك يا إنصاف. في البداية كل عام وكل الشعب السوداني بألف خير، وكل عام السودان نميل عن بالأمن والاستقرار والمحبة والرخاء. بهني الأهل والأحباب داخل وخارج السودان، وبهنيك كمان يا مصعب، بقول لك كل سنة أنت طيب وأسرتك بخير، وبنشكرك على السرد الجميل اللي قدمته لنا طيلة فترة رمضان، وشكر خاص للفرقة الموسيقية فردا فردا. وكمان خلوني أهني وحي تحية خاصة لفراشتنا ونوارتنا سارة آدم الزول الساحرة. أيوة الليلة التوب بنهنيها وبنشكرها. وكمان يا جماعة اسمحوا لي أهني وحي كل الفنانين الموجودين والموجودين معنا لظروفهم الخاصة، بقول لهم كل سنة طيبين. لكن عندي ثلاثي عايزة أهنيه وأشكره يعني شكر خاص من القلب. الأول زرياب بوري حمد ضفع الله على التنسيق وترتيب البروفات طيلة الفترة. والتحية الثانية لناجي الهادي، زول ده بذل مجهود جبار جدا في تنسيق الحلقات. والتحية الثالثة لمهند أحمد حامد اللي كان مساعدنا في تنقيح الكلمات للأغنيات. شكرا خاص لكم وكل عام والجميع بخير. السلام عليك يا انصاف، شكرا لك، خدرت قلوبنا بهذا اللحن وجوجيتي جوجيلي داري انطرب. شكرا لاهلنا الحوازمه من شمال كردفان الجوامعه،
وضيقة على الربة ضيقة احتفالي طبعا بتعمل بعد ما البهايم تكون سارت وشبعت والناس خلاص ديمت في بلاده ورتعوا واتبسطوا واستغروا بيغنوا الغنى ده يسنجكوا في البنات يغنوا في السعية. فده تراث جميل وخضر القلب. القلب طبعا برضو لازم يكون أخضر لأنه خضرة القلب هي الصفاء وهي المحبة. العيد ذاته محبة.